وعلى صعيد المساعدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة عبر الرصيف العائم الذي أقامته واشنطن عند شواطئ غزة. وقالت القيادة في بيانها إن هذا الجهد متعدد الجنسية سيتواصل لإدخال مساعدات إضافية إلى المدنيين الفلسطينيين عبر ممر بحري طابعه إنساني بالكامل. وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت واشنطن إنجاز إرساء الميناء العائم المؤقت قبالة شواطئ قطاع غزة في خطوة طال انتظارها ويؤمل في أن تساهم بزيادة إيصال المساعدات. سياسيا، عرضت إسرائيل مقترحا على مصر لإعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين من غزة وآخرين أمميين. وذكر موقع والا الإسرائيلي أن المقترح يتضمن إرسال مصر أسماء الفلسطينيين المرشحين لإدارة المعبر على أن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على أي منها، كما يتضمن تواجدا إسرائيليا خارج معبر رفح لحمايته من هجمات حماس والتحكم بحركة السفر. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي من المتوقع أن توافق فيه الحكومة الإسرائيلية على توسيع الهجوم العسكري على رفح.